خرج بطلا وبريا بعد يوم من القبض عليه بتهمة الإرهاب. إنه وليد الإدريسي القيادي في المقاومة الجنوبية الذي أفرج عنه بعد اعتذاره لدولة الإمارات على خلفية كتابته عبارات مناهضة للتواجد الإماراتي. نقدم اعتذارنا لدولة الإمارات، فالإمارات تعتبر شريك حقيقي معنا. كانت قوات الحزام الأمني الموالية لأبو ظبي قد اعتقلت الإدريسي من منزله على خلفية احتجاج شباب كتبوا على الجدران عبارة تصف التواجد الإماراتي بالاحتلال، فيما نشر ناشطون مقطعا مصورا لمحتجين غاضبين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد اعتقال الأمن لوليد الإدريسي. المجلس الانتقالي الجنوبي سارع بإصدار بيان يتهم أطرافا في الشرعية بممارسة أدوار تهدف لدفع مناطق الجنوب المحررة من ميليشيا الحوثي نحو الفوضى والإرهاب، وأكد البيان أن هدف تلك الأطراف خلط الأوراق للنيل من الإمارات التي اعتبرها المجلس حليفا استراتيجيا وسندا للجنوب. بنظر محللين فإن حادثة وليد الإدريسي وطريقة تعامل الأمن معها أكدت أن كلمة السر في عدن هي الإمارات، وأن ولاء الأجهزة الأمنية ليس للشرعية بل لأبو ظبي، بينما يرى مراقبون أن ما حدث في عدن وما سيحدث من فوضى واحتقانات ما هو إلا نتيجة طبيعية لما تفعله الإمارات في الجنوب من تقويض لمؤسسات الشرعية ودعم قوى مسلحة تدين بالولاء لها.